مراسلنا الزميل عمار غسان. عمار، مرحبا بك في حصاد هذه الليلة عبر رشيد. عمار، ما هي الاستعدادات النهائية لصلاة الجمعة الموحدة يوم غد؟ تفضل. نعم قصي، نتحدث بدءا عن الاعتصام المستمر والمفتوح داخل مبنى البرلمان وداخل الشوارع الخارجية المحيطة بمبنى البرلمان، مثل الشارع المؤدي إلى نفق الزيتون وتقاطع الخرطوم. اليوم المواكب ازدادت بشكل أكبر عن يوم أمس وما قبله، كون السيد مقتدى الصدر يوم أمس في بيانه دعا إلى استمرار الاعتصام المفتوح وأيضا إلى البقاء في الاعتصام مع تناوب الوجبات الصباحية والمسائية. ازدادت المواكب هنا وازدادت أيضا الشعارات الحسينية والمناسك الحسينية من المواكب التي تعظم من هذه الشعائر. أما بالنسبة لسؤالك عن الصلاة الموحدة، استعدادات كبيرة جدا منذ صباح الباكر حتى هذه اللحظة. هناك لجنة مركزية تقوم بتنظيف مكان الصلاة وبتهيئة الأمور اللازمة لصلاة يوم غد، مع أيضا الحفاظ على المتظاهرين في هذا المكان عدم دخولهم إلى هناك. فقط اللجنة التنسيقية هي من دخلت. أيضا هناك قصي ثلاث محاور لدخول الصلاة يوم غد. المحور الأول من باب وزارة الدفاع ووزارة التخطيط، باب المنطقة الخضراء، والمحور الثاني من مبنى البرلمان من تقاطع الخرطوم في منطقة الصالحية إلى البرلمان، والمحور الثاني هو من منطقة القادسية، سيتم فتحه أمام المتظاهرين وأمام المصلين لأداء الصلاة الجماعية التي دعا إليها السيد مقتدى الصدر، مع الحفاظ على الطريق الواحد، الاتجاه الواحد فقط دون اللجوء إلى الأفرع أو الشوارع الخارجية. يتم أداء الصلاة، من بعد ذلك يتم الانسحاب لربما إلى الاعتصام أو إلى المنازل بانتظار تغريدة، لكن حتى هذه اللحظة الانسحاب هو إلى أماكن الاعتصام التي هيئت ولا تزال في ديمومة للاعتصام. هناك دعم لجميع ما يحتاجه المتظاهرون من مأكل ومشرب ومبيت، وأيضا لجان تفتيشية للدخول الداخلين والخارجين، وحتى لاحظنا اليوم هناك تنسيق للإعلاميين لدخولهم وخروجهم وإعطاء المساحة وتوفير أيضا الطريقة السهلة للإعلاميين في دخولهم وخروجهم لأداء التغطيات الإعلامية، وخاصة أيضا بتغطيات يوم غد تم تنسيق كافة الأمور التي يحتاجها الإعلام لتغطية التظاهرات عفوا. وكما قلت الجميع اليوم في أهب الاستعداد لأداء الصلاة ولتطبيق ما يتم تصريحه من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في أي تغريدة كانت سواء الآن أو مستقبلا، والجميع متحضر لما يقوله من اعتصام مفتوح أو انسحاب أو حوارات أو أي شيء يصدر من التصريحات. نعم، الزميل عمار غسان مراسل رشيد من المنطقة الخضراء، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في حصاد هذه الليلة.